السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة أخرى من سلسلة هيوات ريحانة كمال. وصفة اليوم عبارة عن بسبوسة فردية هائلة لذيذة، وصفة ناجحة 100%. ممكن تحضروها بشكل عائلي بمعنى في قالب كبير. كيف ديما ما تنسوش وضع لايك للفيديو ومشاركته مع الأصدقاء وكذلك الانضمام للقناة. بسم الله على بركة الله. المكونات 3 ديال البيضات يكونوا بدرجة حرارة الغرفة من الأفضل. عندنا ليمونة حامضة، غادي نحك القشرة ديالها، غادي نضيفها البيض والعصير، غادي نحضروا به السيرو في آخر الفيديو. عندنا أيضا ملعقة صغيرة من مربى الحامض اللي كيعطينا مذاق مركز لهذا البسبوسة، رشة ملح، جوج أكياس من خميرة الحلويات 14 غرام في المجموع، علبة ياغورت بنكهة الفانيلا أو طبيعي وزن 110 غرام. كنفرغوا العلبة، كنعبروا بها علبة زيت نباتي، ونفس القياس علبة من سكر سنيدة. بالنسبة للنواشف عندنا كاس مملوء من سميدة رقيقة ما يعادل تقريبا 110 غرام. عندنا ايضا نفس القياس كاس مملوء من الطحين الابيض اللي هو الفورس. بحاجة لهاد القوالب الفردية مدهونة بالزبدة ومرشوشة بسميدة رقيقة. طريقة، كناخدو اول شيء الليمونة حامضة اللي كنغسلوها مزيان طبيعة الحال، غادي نحكها في الحكاكة الرقيقة، بمعنى عندنا ليمون حامض مبشور. كناخدو ليمونة حامضة اللي كتكون متوسطة الحجم كما كتلاحظوا. العصير ديالها غادي نحضرو به السيرو باش غادي نسقيو هاد البسبوسة ديالنا. غادي نضيف رشة ملح، علبة زيت نباتي، القياس خديتو بعلبة زبادي اللي هو الياغورت طبيعي او فانيلا وزن 110 غرام، نفس العلبة سكر سنيدة من الافضل تكون رقيقة. كنخلطو بواسطة طراب يدوي فقط، دائما البسبوسة ما كنحتاجوش لواحد المجهود كبير باش نحضروها، خصوصا هذه كتحضر في وقت قصير بزاف. كنخلطو مزيان، كنضيفو ايضا علبة الياغورت اما طبيعي او بنكهة الفانيلا، القياس ديالو وزن 110 غرام. غادي نخلطو الكل جيدا حتى كتنسجم لينا المكونات مع بعض، دائما بواسطة طراب يدوي فقط. نضيف ملعقة صغيرة من مربى الحامض اللي كيكون عاقد كما كتلاحظوا معايا، فيه المربى وكذلك القشر ديال الحامض. ممكن تعوضوه باي مربى اخر، ممكن تستغناو عليه ماشي ضروري، ولكن كيعطينا مذاق وكيخلي البسبوسة تكون معلكة ولذيذة اكثر. كنخلطو مزيان، غادي نضيفو الكأس الاول من سميدة رقيقة. وحنا كنخلطو هنا غادي نفتح قوسين هاد الكمية، دائما كنضيف كاس ديال السميدة مع كاس ديال الطحين، يعني في حالة كان الخليط خفيف بزاف كتضيفو ربع كأس اما طحين اما سميدة رقيقة. ضفت الطحين الابيض، كنضيف ايضا خميرة الحلويات 14 غرام، الكيس واحد فيه 7 غرام، وكنخلطو مزيان. غادي تلاحظوا معايا الخليط شويه كيكون خفيف لان النوع ديال السميده كتكون كتشرب، يعني ذكرت لكم في حاله كان الخليط خفيف كتضيفوا ربع كاس، لكم الاختيار اما طحين ابيض اما سميده رقيقه. وكنخلطوا الكل جيدا، هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه. كما ذكرت لكم ممكن تحضروها في قالب 22 او 24 سنتيم، يعني الاستغناء على هاد القوالب فردية. انا فضلت انني نحضرها بشكل فردي. كنضيفو مقدار 3 ملاعق كبيرة من الخليط في القوالب، ما نديرهمش يعني عامرين لانها كتنفخ في الفران وتقدر تفيض لكم على القوالب. نخليو فراغ فين غادي تنفخو لنا وقت الطهي.
تقريبا كما كتلاحظوا وضعت مقدار 3 ملاعق، يعني ملعقه كبيره، والكميه راه ماشي كتير بزاف. كما لاحظتوا معايا الخليط كيزيد كيتقال الوقت اللي غادي نبداو نفرغوا فيه. الا كان خفيف راه كتضيفوا ربع كاس كما ذكرت لكم. في هذا الاثناء كنشعلوا الفران ديالنا اللي كيكون متوسط درجه الحراره غير 180، راه كياخذوا لنا مده الطهي تقريبا 25 دقيقه بسرعه كيطيبوا، يعني غطوا معاهم البال لا يتحرقوا لكم ولا شي حاجه. انا هذه الكميه كما كتلاحظوا هنايا عندي 9، ولكن هي في الاصل كتعطينا 11 او 12 قطعه بهذاك الشكل. هنا بالنسبه للسيرو خديت عصير الليمونه حامضه مع كاس ديال الماء، القياسات وكاس شاي العنبه، ونص كاس ديال السكر. اللي كيبغي الحلاوه اكثر ممكن يضيف السكر بزاف. غادي نوضعو فوق النار حتى كيوصل لدرجه الغليان، تقريبا 5 حتى 8 دقائق كيتكون لينا السيرو. البسبوسه ديالي بعد ما خرجتها انا خليتها حتى بردات باش نقدر اني نحيدها من هاد القوالب باش ما يتهرسوش ليا. لاحظوا معايا كيفاش كتجي رائعه جدا وخفيفه، خفيفه بزاف، والمذاق المنعش ديال الحامض. كنحيدهم بمهل، انا خليتهم حتى بردوا عاد حيدتهم. كما لاحظتوا معايا انا الكميه اللي بقات ليا حضرت بها انواع اللي هي صغيره في مول اصغر من هذا. السيرو ديالي هنايا سخون والبسبوسه عندي بارده، كنفرغ كميه من السيرو. نحاول انني نجيب واحد الطبسيل اللي غادي نحطو تحت ديال الشبكه باش ينزل ليا السيرو. الى نزل يلقى فيني اهبط. لاحظوا معايا انا حاولت انني نوضح لكم هنا اكثر. البسبوسه عندي بارده والسيرو سخون، بسرعه كتشربوا. الا كانت البسبوسه سخونه يكون السيرو بارد الا بغيتوا تسقيوها باش تشرب لكم وما تكونش معجنه من الداخل. هي خفيفه اصلا كتجي رائعه، كتستحق التجربه. كنسقيوها، لاحظوا معايا اسفنجيه ورطبه بزاف هائله. كنسقيو، والتزيين كيبقى اختياري لكم، حريه الاختيار. كما هو معروف على البسبوسه دائما كيجي معها جوز الهند اللي هو الكوك، ودائما كنمشيو في النطاق الحاجه اللي هي بسيطه واقتصاديه ورخيصه للاخوات اللي كيطلبوا. غادي نوزع عليهم الكوك اللي هو جوز الهند، وضعته في مصفات وكنحاول انني نرشو عليهم، وكنقدمهم بالصحه والراحه لافراد الاسره ديالنا. وصفه بسيطه لذيذه وكتستحق التجربه. نوريكم قطعه اسفنجيه ورطبه بزاف وسهله كما لاحظتوا معايا في الفيديو. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. واي استفسار مرحبا. كما ذكرت لكم اللي ما بغاش يديرها في هذه القوالب الفرديه يديرها في قالب متوسط الحجم 22 ولا 24 سنتيم. كتبقى القياسات كما هي اللي ذكرت لكم، ان الا كانت الخليط عندكم شويه سائل كتضيفوا ربع كاس اما سميده او طحين حتى كتحصلوا على القوام اللي كيكون مستجم، لان السميده كتشرب، يعني ما تضيفوش واحد الكميه كثيره من الاول. انا عطيتكم قياسات بالتدقيق، اللي هي وصفه ناجحه وسهله كما شاهدتوا معايا. وهذه هي الصور النهائيه، ونتلاقاو في وصفه جديده باذن الله. خليت لكم الراحه، في امان الله.